بذكريات الريمونتادا في أول أصابيع الدوري أمام الفيصلي، الباطن يرفض الانزلاق لبئر الهزائم من جديد ويعود من بعيد بيتعادل 2-2 أمام الفتح اللي بيفشل في الفوز الأسبوع الثالث على التوالي، لكنه على الأقل بيكسر سلسلة الهزائم ولو بتعادل مر. قوة الفتح الهجومية كان جزء كبير جدا منها عند الخالي بنجورة اللي من الجبهة اليمين دايما بيشكل خطورة يعرفها كويس قوي أي حد تابعه في النجم الساحلي. خالي بنجورة من زاوية صعبة جدا بيسدد على المرمى، خالي بنجورة بيستلم دايما وهو عامل ستريتشنج لعرض الملعب، واحد واثنين وبالعرض، خطورة مستمرة ومعتادة من لاعب خطر جدا كل ما لقى الكرة في مساحة أو في لا مساحة جنب الخط. علل الخطأ أو الخطأين الدفاعيين المزدوجين في اللقطة دي. واحد ثم ينطلق إلى العمق عشان يعمل الخطأ الثاني، وأمام مين؟ بنجورة عشان يسجل. منصور حمزي كلمنا عنه كتير وقلنا انه بيعمل كل حاجه بس ما بيسجلش، لكن منصور حمزي في هذه المباراه اخيرا بيسجل. ده هدفه الثاني. هدفه الاول كان امام مين بقى؟ فكر ايه الفريق اللي كل العقبة بتتفك قدامه؟ مش عارف الاجابه، هتعرفها دلوقتي. بالظبط، الاتحاد منصور حمزي سجل فيه هدفه الأول. كريسان دا كروز عمل جيم كبير قوي على مستوى الفيجن وإدارة المجموعة الهجومية للباطن. كريسان دا كروز اللي معاه الكورة وبيحط ثرو ده، وهتشوفه في أكتر من لقطة بنفس الفيجن، لعيب رؤيته في الملعب ممتازة، لكن في لقطة هي الأجمل وهتجيله دلوقتي. من الكعب ده للكعب ده، هايلة من كريسان دا كروز عشان تتلعب بالعرض عشان تكون سبب في جول بداية عودة الباطن للجيم. مباريات الفتح فيها اسم لازم نقوله كل مرة، وهو ماتياس أجاري جاراي أو حسب ما أنت بتنطقها. هو اللي انطلق في الكورة دي وهو اللي كان ممكن يقلب التعادل لفوز بأوفر من مكان خطر جدا، ولكن لم يكن مقدرا للفتح أن يفوز. الإحصائيات بتقول إن الأكثر في التسديد كان إبراهيم الشناحي 4 مرات، لكن هو نفسه إبراهيم الشناحي فشل في الكرة الأهم واللي كانت ممكن تقتل الباطن، فانقلبت لتقتل فرص الفتح في الفوز.